بالرغم من مرور أكثر من 5 قرون على ذلك الحدث، إلا أن اليهود ما زالوا يتذكرون بمرارة اليوم الذي نقض فيه ملك أسبانيا فرديناند وإيزابيلا ما اعتادوا عليه أثناء الحكم العربي لأسبانيا، وأصدر قراراً بطرد كل اليهود من الأراضي الأسبانية. مع وصول المسلمين إلى الأندلس وفتحهم تلك البلاد، عاش أتباع كافة الديانات وخاصة اليهود بسلام في ظل الرعاية الإسلامية، وعلى مدى 8 قرون تمتعوا بحريات كبرى، وأصبح منهم أصحاب رؤوس أموال وعلماء اشتغل عدد منهم في ترجمة التراث العربي إلى لغات أوروبية، كما وصل كثير منهم إلى مناصب عسكرية وسياسية. فعاش اليهود في ظل دولة المسلمين عصرا ذهبيا. بدأ الحكم العربي في الأندلس في الانهيار، ومن مملكة إلى أخرى كان اليهود ينتقلون بحثا عن الحكم العربي الإسلامي. ومع دخول القوات الأسبانية إلى كل منطقة، يتعرض اليهود والمسلمون على السواء للاضطهاد والإبادة في شبه جزيرة أيبيريا ابتداء من عام 1109 حتى سقوط آخر معاقل العرب والمسلمين في غرناطة، فكانت نكبة على اليهود والمسلمين على السواء. وقرر الملك فرديناند وزوجته إيزابيلا طرد كافة اليهود من جميع أنحاء أسبانيا في مثل هذا اليوم، 2 أغسطس عام 1492. ولم تقتصر المعاناة في ظل الحكم الجديد على اليهود، بل طالت المسلمين، فقد ارتكبت بحقهم الأعمال الوحشية. وكان الهدف من تلك الحملة إخراج كافة أتباع الديانات الأخرى التي أرادها البلاط نقية مسيحية، كما تم تأسيس محاكم التفتيش لتصفية المسلمين واليهود وأتباع المذهب البروتستانتي. ومن أسبانيا انتقل اليهود إلى البرتغال وإيطاليا وشمال أفريقيا، وفتح لهم السلطان بايزيد الثاني أبواب إمبراطوريته وأمر بحسن معاملتهم.